الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المفروضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول في اول فقرة معانا، ومباراة اكيد مباراة الاهم بالنسبة لي مصر وجماهير الكرة المصرية في كل مكان، مباراة السنغال. واللي النهاردة انا اتصدمت من ارقام التذاكر الخاصة بمباراة مصر والسنغال، المباراة المصرية مباراة الذهاب، واللي بالتأكيد الماتشات اللي زي دي عايزة كل اللي يحضر المباراة مع احترامي الكامل، ده ماتش المشجعين، ده ماتش المشجعين بتوع الدرجة الثالثة، المشجعين اللي بيبقوا رايحين من الساعة 2 الدور ولا 3 العصر، رايحين تشجيع من اول دقيقة بيخش فيها الملعب لاخر دقيقة بيودع فيها ملعب استاد القاهرة. لكن النهاردة الارقام وفقا لشركة تذكرتي النهاردة، طبعا اكبر مشجع حجز تذكرة في المباراة وده حقه وعلى راسي من فوق، وحقه يحضر المباراة، عمره 82 سنة على راسي من فوق، انا ما عنديش اعتراض على ده لان ده فرد او اتنين او تلاتة مش هيأثر في التوتال بتاع المجموعة. اصغر مشجع حجز التذكرة عمره 6 سنين برضو مش هيأثر، طفل 102 مش هتفرق. المشكلة بقى في 19، انا عارف ان الكلام ده هيزعل اخواتي واللي على راسي من فوق برضو، الفتيات او السيدات طبعا من حقهم يروحوا يتفرجوا على المباريات ومن حقهم يروحوا يشجعوا في المباريات، لكن نسبة 19% من 64 الف مشجع موجودين في استاد القاهرة في ماتش السنغال سيدات، وده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا لحضور هذه المباراة. طبعا من حق كل بنت او سيدة او فتاة فاضلة من حقها تحضر المباراة وتشجع لانها مصرية زينا زيها، لكن دي مباراة عايزة اصحاب الحناجر القوية، محتاجة تشجيع من نار، تشجيع من حديد، لانك مش بتلعب اي فرقة، انت بتلعب اكبر فرقة في افريقيا على المستوى الفني. نسب اعمار الحضور 68% من سن 12 سنة ل 30 سنة، سن 30 ل 45 سنة 25%. مراسل اون النهاردة قال جملة موتتني من الضحك، قال لك ادوارد مندي حارس مرمى السنغال ظهر النهاردة وهو متوتر ومنفعل وخايف كده وشكله مرعوب. يا جماعة احترموا عقول المشاهدين، انت بتتكلم عن احسن حارس مرمى في العالم، احسن حارس مرمى في العالم، عايز تفهمني ان ادوارد مندي اللي سافر مع تشيلسي كل اماكن العالم في اوروبا وحضر مباريات هنا وهنا 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 جاي مرعوب وخايف؟ يا راجل اتقي الله يا راجل، يعني اعقل كلامك، احترم عقل المشاهد اللي بيتابعك، احترم عقل المشاهد اللي بيتابعك. ادوارد مندي مين اللي هيخاف، ولا صلاح مين اللي يخاف، ولا ساديو ماني مين اللي يخاف؟ اللعبة دي واخدة انها بتلعب قدام 90 و 80 الف مشجع كل اسبوع، لا بيفرق معاهم بقى بيلعب جوه الارض بره الارض، ما بتفرقش معاهم. لكن بلاش يعني نقعد نشتغل بعض او نضحك على بعض. الزمالك يا جماعة الماتش بتاعه يوم 1 ابريل، والناس كلها بتسأل هو شمعنا الاهلي والهلال اتأجل ل 3 ابريل، وشمعنا الرجاء ووفاق سطيف اتأجل ل 3 ابريل، وشمعنا الزمالك لا دي مؤامرة بقى، مؤامرة صحيح. عايز اقول لك ايها الزملكاوي الجميل، قبل ما عقلك يروح لسكة اللي يروح وما يرجعش، سكة المؤامرات الغندورية والمظلومية الدردرية، عايز اقول لك ان الاتحاد الافريقي قرر ان المباريات التي لا قيمة لها على الاطلاق، المباريات اللي انا اسف يعني تحصيل حاصل، المباريات اللي هتبقى بين التالت والحصالة على لقب حصالة المجموعة لا قيمة لها، دي هنلعبها بدري بدري عشان نخلص من دوشتها. اما المباريات الحاسمة سواء كان في اول وتاني زي وفاق سطيف والرجاء مثلا، او تاني مجموعة زي الاهلي والهلال السوداني، دي هتتلعب يوم 3 ابريل.
طبعا هسمع واحد زملكاوي دلوقتي يقول لي ازاي، ما هي مباراة الزمالك وسجرادة دي مهمة جدا، دي مباراة على البرونزية الخاصة بدور المجموعات. طيب دايما لما بيجي لاعب زملكاوي يجدد يقول لك الله الله، ده رمز الانتماء وده ابن النادي، ابن النادي اهو اهو اهو، على الرغم ان اللاعب ده بيبقى منشف ريق النادي، مطلع عينين النادي، ويقعد يوديك ويجيبك ويلففك حوالين نفسك، وفي الاخر لما ما يلاقيش عروض حقيقية ليه اعلى منك يقول لك طيب انا هجدد، وتبدأ مجموعة الحملات على السوشيال ميديا، ابن النادي اهو، المنتمي اهو، اللي مش عارف ايه اهو، اللي محدش بيشتريه بالفلوس اهو، وهكذا. انا عايز بس اوضح بس جملة مفيدة، ما معنى الانتماء وما معايير الانتماء. الانتماء ان طارق حامد يجيله من نادي خارجي 30 مليون، نادي الزمالك يقول له يا طروقة احنا قدرناك يا حبيبي ب 10 مليون، فطروقة يقول لك انا عاجبني تقديركم، انا همضي ليكو وهسيب التلاتين وهاجي امضي عشان العشرة. ساعتها اقول لك ابصم بالعشرة، طارق قدرني، هو رمز الانتماء حقيقي حقيقي. انما ما ينفعش لاعب واتيفر سين من الناس، مصطفى يجي، مصطفى يجيله عرض من اتحاد جدة السعودي ب 33 مليون او من بيراميدز ب 33 مليون، فيجي نادي الزمالك يقول له يا مصطفى انا هديك 15 مليون، فمصطفى يقول لهم لا انا جاي ل 33 مليون يا ابني، طب عشان خاطرنا، طب احنا اللي عملناك، ونبدا بقى ننزل صور لمصطفى وهو بشبشب وهو مش عارف جايب بهدوم مقطعه وهو وهو وهو، وبعد كده النادي يروح يقول لمصطفى طب يا درش هندي لك 33 مليون جنيه، فيقول لك اوكي انا موافق، فنطلع بقى نقول هو ده الانتماء. لا، ده بليله بالمكسرات، مش انتماء. انتماء ايه؟ ما هو خد اللي نفسه اللي هياخده بره، فين هنا الانتماء وفين ابن النادي وفين الكلام ده؟ عايز اقول لك ان هناك كارثه بالنسبه لابناء ميت عقبه، شهر مارس سيكون بمثابه كارثه على نادي الزمالك. شهر مارس يوم 28 مارس سيصدر قرار اما بدفع مبلغ 1,800,000 دولار لصالح السيد جايمي باتشيكو اللي مشي ومردش على السؤال بتاع الشوالي، اي قذيفة جاءت يا باتشيكو رده هيكون 28 مارس، هيوقف القيد لنادي الزمالك. الراجل له 1,400,000، والراجل التاني خالد سعد له 400,000، ادي 1,800,000 دولار يا الدفع يا الحبس، يا الدفع يا ايقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك. نادي الزمالك مش ناقص، نادي الزمالك عليه حكم اصلا متعلق. يعني ايه حكم معلق؟ يعني الدفع يا ايقاف القيد في شهر 6 فترتين تاني، يعني كده ممكن ربنا يديكوا طولة العمر كده يا رب وعليكم خير، على الخطه الثلاثينيه الجايه نادي الزمالك يترفع عنه القيد، يعني على 2030 مثلا تقدر تقول ان القيد يترفع عن نادي الزمالك لو مشي بنفس المنوال. في نفس الفترة نادي الاسماعيلي عليه ضرائب 15 مليون جنيه. في كلام عن ان تم الحجز على حسابات نادي الاسماعيلي ايضا لسداد مبلغ 15 مليون جنيه. نادي الاسماعيلي بيلفوا حوالين نفسهم. وهنا السؤال يا جماعة، نادي الزمالك بيفاوض لاعب ولا بلاش نادي الزمالك، نادي اخر بيفاوض لاعب تف على جمهوره؟ اه والله. فاكرين في مباراة الأبيض والأصفر ولاد العم؟ فاكرين السنة اللي فاتت قبل رحيل مجلس إدارة النادي الأبيض، كان في مباراة على ملعب الأصفر ولاد العم، بعد نهاية الشوط الأول خرج كابتن الفريق الأصفر باهر وقام بالبصق على جمهور النادي الأبيض المخطط، ثم هاج وماج جمهور القافلة البيضاء، ولازم نحاسبه ولازم نشتمه ولازم ولازم ولازم، فخرجت قناة هذا النادي اهدوا يا جماعة باهر ابننا عشان احنا بنتفاوض معاه دلوقتي وعايزين نجيبه.
وترمخوا على الموضوع عشان التفه ما تلزقش. هي التفه بتلزق يا بيه؟ ها التفه بتلزق ما بتلزقش؟ تف الكهرباء لزقت ما لزقتش؟ تفه محمود علاء لزقت ما لزقتش؟ يعني هتيجي عند باقر التفه بتاعته تلزق؟ خلاص مشيها بقى. ها طالما التفه ما لزقتش خلاص مش هنخسر لاعب عشان خاطر تفه. ما احنا ياما التفه علينا قبل كده. هيحصل ايه؟ ما فيش حاجه يا باشا، عادي يا باشا. فالنهارده الكلام على ان النادي ده بيتفاوض بيعيد فتح باب المفاوضات تاني، والولد قال لهم يا جماعه طب انا تفيت عليكم، يعني انا بسقط، انا بعترف ان انا بسقط عليكم وتفيت عليكم، عايزيني كمان؟ قال لك اه. قال لك اه طالما التفه ما كانتش مقصوده يبقى خلاص، يبقى خلاص يا بهوره عادي عادي يا حبيبي، احنا عالم عندنا كرامه واحنا رمز الكرامه، فتعال عادي مالكش دعوه. عايز اقول لك ان الهلفوت بتاع توت 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 جمهور الزمالك دايما مبسوط، وهيباصي لا هيشوت وتوت توت توت. الهلفوت شايف ان ابو جبل هو الاقدر، ابو جبل ابو خمسة هو الاقدر على حراسة مرمى منتخب مصر، مع احترامي الكامل لابو جبل، لكن هل ابو جبل اللي شال ثلاثة في ماتش الوداد اللي خسر هنا ويعني الدنيا مش ماشيه معاه كويس؟ اه ابو جبل كان حارس عملاق في امم افريقيا، لكن عملاق في غياب الشناوي، لكن اذا عاد الاسد فالاسد اولى بعرينه، اذا عاد ملك الغابه فهو اولى بعرينه. عاد الشناوي فالشناوي هو الحارس الاساسي، ياتي بعد ذلك ابو جبل او اي حد تاني، لكن الهلفوت دايما اهواءه بتغلب عليه. عشان كده يعني بشكر قنوات البين سبورتس الرياضيه انها بدات تراعي مشاعر جماهير النادي الاهلي في كل مكان، انها ما تجيبش هذا الشخص لمباريات النادي الاهلي. احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك في تصريح ليه قال لك نص لعيبه الاهلي يتمنوا يجوا الزمالك. يا سلام. امال طبعا طبعا ابصم لك بالعشرة، ادي خمسة، خمسة بتوع الاحتواء وادي ستة بتوع خالد بيبو، بالحداشر ان فعلا نص لاعبي النادي الاهلي عايزين يروحوا نادي الزمالك. فعلا فعلا ده صحيح، لعيبة عايزة تشوت ضربات جزاء، اللعيبة عايزة تكسب بطولة الدوري من غير مجهود، اللعيبة عايزة هشتكني وبشتكني يا ريس انت رئيس والنعمة كويس، واخد بالك؟ اللعيبة عايزة كده. اللعيبة عايزة يتقال عليها ان مش عارف مين كان جايب بنت في الفندق ومين كان جايب بنت في الفندق. استاذ احمد مرتضى انت رجل محترم، لكن اتمنى انك تكون صادق في كلامك وتطلع تقول لنا مين النص بتوع اللعيبة بتوع النادي الاهلي اللي عايزين يجوا الزمالك عشان نبقى عارفين بس، وتتأكد لنا مدى مصداقية حضرتك. عايز اقول لك النادي الاهلي عبر دور المجموعات هو من أكثر الفرق ظلما في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أكثر فرقة ظلمت وتأثرت بتأثر سلبي لغياب تقنية الفار. وعايز أفكرك بحاجة، الأهلي السنة اللي فاتت اللي سهل طريق النادي الأهلي للفوز بالبطولة العشرة والتاسعة من قبلها هي وجود تقنية الفار، وبالتحديد الموسم اللي فات في ماتش قبل نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي ذهابا ايابا، ماتش النهائي قدام كايزر تشيفز، ماتش الترجي هناك في ظل الاجواء الصعبه اللي كانت موجوده قبل الماتش، لو ما كانش في فار كان الدنيا ولعت والحكم ظبط الدنيا في سكه الترجي وكان الاهلي يخرج خسران من هناك مش كسبان او متعادل. ماتش هنا طرد في اول ربع ساعة فتح لك الماتش كسبت 4، في حاجة تاني كده وصلك النهائي. في ماتش النهائي لولا الطرد اللي في نص المباراة او في الشوط الاول من المباراة كانت الدنيا محدش عارف ممكن تروح لحد فين. فوجود العدالة التحكيمية ده حاجة في صف النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيطالب بيها دايما. حتى الموسم ده النادي الاهلي يعني مللنا مرارا وتكرارا من كتر طلب ان تطبيق تقنيه الفار يبقى موجود من دور المجموعات مش من دور الثمانيه او دور الاربعه. لكن النهارده من المضحك
هم يضحك وهم يبكي، ولا هم يبكي وهم يضحك؟ ان نادي الهلال السوداني عايز يطبق تقنيه الفار في ماتش الاهلي بس. نادي الهلال اللي لما خسر من سان داونز في اول ماتش اتلغى له هدف في الدقيقه 91، كان هدف التعادل في جنوب افريقيا، وهدف سليم مليون في المية. ما شفناش الهلال السوداني رفع شماعة وقال انا عايز حقي، لا. لكن بيجي عند النادي الاهلي لان الاهلي عامل له حرقان واكلان، لا احنا عايزين فار. فار ايه يا ابو فار؟ فار ايه ده؟ انت سان داونز مديلك على عينك في ملعبك، سان داونز بيلعبك من الدقيقة العشرة ناقص لاعب وكسبك اربعة، كسبك اربعة. انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على جمهورك ولا بتضحك على مين؟ فوق فوق يا هلاليه ولا يا هلاليين، مسؤول الهلال بيضحكوا على جمهورهم، واتمنى ان جمهورهم ما يكونش كالقطيع بيمشي ورا المسؤولين وخلاص. عايز اقول لك يعني مش عارف كابتن محمود الخطيب مش اسطوره ازاي، انا ما اعرفش والله ما اعرف. يعني باي عقل واي منطق بتوع اتحاد الكوره اختاروا اساطير الكوره المصريه؟ باي عقل واي منطق لمجرد ان لاعب بيلعب ماتش ماتشين مع المنتخب بقى كده اسطوره؟ يا جماعه مفهوم الاسطوره الشيء الذي لا يحدث متكررا، يعني الحاجه اللي ما بتتكررش هي دي الاسطوره، الحاجه اللي ما بتتشافش في العمر غير مره واحده هي دي الاسطوره. انما مع احترامي الكامل يعني اللعيبه اللي موجوده دي في كتير منها لا يستحق انه يبقى كابتن منتخب مصر، مش اسطوره، ما ينفعش يبقى كابتن منتخب مصر. كابتن حازم امام في تعليقه على الموضوع ده قال لك اخترنا من حقق كاس الامم الافريقيه وصعدوا الى كاس العالم. هو كابتن الخطيب ما حققش كاس الامم الافريقيه يا جماعه في 86؟ مش كان الخطيب كان موجود ولا ما كانش موجود؟ كان موجود ولا ما كانش موجود؟ انا كنت لسه مولود 86، فحد يعرفنا. كابتن الخطيب ده هداف الانديه المصريه في بطولات افريقيا 37 هدف. كابتن الخطيب سادس هداف المنتخب المصري. ده كله الخطيب ما عملش حاجه لمصر، امال مين اللي عمل؟ لما الخطيب افضل من لمس كوره ما حدش شايفه انه اسطوره. عايز اقول لك ان البعض بقى من اتحاد الكوره قال لك بصراحه احنا ما دعيناش الكابتن محمود الخطيب لانه بيتعامل معامله رئيس النادي. ما انا عارف والله السبب الرئيسي ان انتم ما دعيتوش محمود الخطيب لانكم خايفين من رئيس نادي المنافس ليقول لك اشمعنى انا، ليقول لك اشمعنى الخطيب وانا لا، وكنت هتاخد على عينك وهتتشتم وهيترسلك كلام كتير. لكن في ناس بتحب يعني سكة السلامة. السلام عليكم.